هو ايه المباراة او الحدث الرياضي اللي شفته فيه منفعل جدا، سواء فرحان قوي او متضايق؟ انا اللي فاكره ان مرة كنا بنلعب اخيرا قبل ما يتوفى بسنة ولا حاجة كده، ريال مدريد متهيألي، ولا في مصر هنا. ايوه وكسبناهم 1-0 ولا حاجة كده. اه وكنا بنلعب كويس قوي، فانا قلت قبل ما الماتش يخلص اكلم ابوه بخمس دقايق كده. قلت اكلمه علشان اقول له، ابقى اول واحد قلت له. فرحت مكلمه في لندن، قلت له ابو الصلح احنا كاسبين ريال مدريد. قال لي والله؟ قلت له اه. قال لي طب كويس الماتش خلص؟ قلت له لا ما خلصش، فاضل خمس دقايق بس، باين ان احنا كاسبين 1-0 يعني. قال لي طب هايل كويس قوي وبتاع والف مبروك، وراح قافل. ده اليوم الوحيد اللي انا فاكر انه يعني كان مبسوط يعني. غير كده كان عادي، لانه ما كانش بيعتبر ان عندنا كره في مصر. صالح سليم كان بيعتبر ان ما عندناش كره في مصر. كان في حاجات كتير قوي لازم تتغير في النظام المصري، وده اللي وصلنا له. احنا وصلنا للي احنا فيه دلوقتي لان في حاجات كتير قوي غلط. يعني لا ملاعب كوره ولا جمهور ولا ماتشات معروفه هتتلعب فين والساعه كام وامتى. مفيش انتظام في الدوري، وقف الدوري ولعبه، كل ده بيبوظ الكوره. اي حاجه من دي بتبوظ الكوره. بره عارفين من قبل ما الموسم يبتدي الماتشات امتى، وقبليها باسبوعين ولا ثلاثه بيحددوا المواعيد وبيحددوا وكل واحد معروف ارضه فين وشكله ايه وهيسافر ازاي. وبعدين بره بقى مش بس دوري، ده في دوري وكاس اوروبا وكاس مش عارف ايه يعني مليون الف حاجه، وماشيين على نظام كله منتظم. مش احنا نلاقي ماتش المفروض يتلعب يقول لك لا انا منسحب وانا مش منسحب وانا الكلام ده ما بيحصلش. في مضاد جديده اتعملت في السنتين في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول، كونسبت جديد. كل واحد يمشي الدوري على مزاجه.